خلينا نبدأ بقمة دول الجوار اللي هتنطلق غدا في القاهرة، وأهمية هذه القمة في هذا التوقيت الحساس. لو بنتحدث الحقيقة عن السياسة الخارجية المصرية، ودي نقطة بالغة الأهمية الحقيقة، بتبرز جهد مؤسسة الرئاسة على وجه التحديد والدبلوماسية الرئاسية المصرية كأحد الأدوات الفاعلة اللي بنجدها الحقيقة بتبرز على الساحة الإقليمية والدولية في اللحظات الحاسمة من عمر الإقليم. يعني كتير جدا يعتمد الإقليم على دبلوماسية الرئاسة المصرية. شفنا دوت الحقيقة على صعيد الملف الليبي والرأي العام الإقليمي والدولي والمصري بالطبع أكيد. تابع المواقف الرئاسية على وجه التحديد اللي اتخذت في تفاصيل كتير ومحطات كتير من عمر الأزمة الليبية. شفنا الرئيس المصري هو موجود كأحد الشخصيات الرئيسية والبارزة في مؤتمر برلين اللي كان هو مفتاح الحل السياسي للأزمة الليبية، واللي عهد إلى مجموعة من القيادات كان أبرزهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئاسة المصرية في هذا التوقيت كي يمسكوا بالملف الليبي ويصيغوا مستقبل للعملية السياسية اللي احنا ربما موجودين النهاردة في العام 23 في أحد تجلياتها اللي هي وثيقة جنيف، انتظار الانتخابات الليبية، وقف الحرب، وقف الاقتتال الداخلي. كل هذه الأمور انطلقت من مؤتمر برلين. القضية الفلسطينية الإسرائيلية وجولات التصعيد، كنا بنشهد تدخل رئاسي مصري حقيقة في لحظة من اللحظات الحاسمة بعد جهد مؤسسات الدولة الأمنية على وجه التحديد أو على وجه الخصوص كي تتدخل في لحظة تنجح في فرض تهدئة حماية للأشقاء في فلسطين وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وغيره من الأمور الإيجابية. النهاردة في السودان